أنا ماشي بسوق الجمعة شفت هالزلمة قاعد بالسيارة عم يشتغل خياط. قلت أنا عندي سيارة ليش ما بساوي مثله؟ ما بشتغل عند حدا، أنا بشتغل لحالي، معلم أنا 50 سنة لخياط. والله اشتريت مكنة حطيتها بهالسيارة، واشتريت شوية خيطان، شوية عدي، شوية هذا، اشتريت مقص، اشتريت. أنا طلعت من حمص لأني نظيف ما في شيء. والله اشتريت هالأغراض وصرت اشتغل، مش الحال الحمد لله، تعلموا الزباين وبيعتبروني أرخص من المحل. والله المحل ما بيمشي الحال. ليه؟ لأنه اللي بدي اشتغل فيهم بدي أحطهم أجرة محل وضريبة وكهرباء ومي، هون ما عندي كهرباء، عندي بطارية أنا بشحنة بالبيت وبجيبها بشتغل على البطارية.